اوكي بنفتح الكتاب على الباج 16. بالباج 16 في عنا هيدول الايماج، هيدول الدسام. عم يقولوا لنا هون سور شاكان دي دسام انديك دنتري لو نيفو دو سول. فعلى كل صورة بدنا نحدد النيفو دو سول. النيفو دو سول يعني مستوى الارض، بشكل انه كل الراسين بدهم يكونوا تحت مستوى الارض. اوكي بعدين عم يقولوا لنا كومبليت لي ليجاند، يعني الاسهم اللي موجودة هون بدنا نحط الاسماء اللي بتدل عليهم. اوكي انا رح اعمل اول ديسان وانتم بتعملوا الباقيين وبتبعتوا لي اياهم بليز. اوكي اول شيء بدنا نحط النيفو دو سول، بده يكون هون. هيدا السول اللي رسمته هون برصاص، بنكتب سول على جنب وبنبلش فيهم. اول سهم اللي هو الفلور، الزهرة. تاني شي عنا الفاي. تالت شي عنا التيج. واخر شي عنا الراسين. باقيين بتكفون اذا بتريدوا بتبعتولي اياهم. اوكي؟